وينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب خالد خيري مراسل الغد. خالد أهلا ومرحبا بك. هذا اللقاء الذي جمع ترامب وماكرون يهيمن عليها الملف السوري والأزمة السورية وأيضا الملف النووي، ما الذي يدور في الأوساط السياسية لديك حول هذا اللقاء؟ نعم جمانة، يعني ربما المراقبون هنا أجمعوا أن الرئيس الفرنسي في مهمة صعبة مع الرئيس ترامب لإقناعه بالعدول عن الانسحاب الاتفاق النووي الإيراني. كل الدلائل تؤكد أن دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد، سواء بالانسحاب أو بالبقاء في هذا الاتفاق، ولكن الرئيس الفرنسي كرس الوقت منذ أمس وحتى هذه اللحظة في عدة لقاءات إعلامية ومع سياسيين ومشرعين أمريكيين في محاولة لإبراز وجهة النظر الأوروبية بأهمية البقاء في هذا الاتفاق لضمان أن إيران ستراعي التحفظات الأمريكية فيما يتعلق بالصواريخ الفلسطينية أو أيضا زعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط. ولكن الأنباء كما ذكرت لك جمانة تؤكد حتى الآن أن دونالد ترامب أقرب إلى الانسحاب من هذا الاتفاق من الانصياع لرأي ماكرون أو الاتحاد الأوروبي. أيضا فيما يتعلق به نعم، الملف، نريد أن يعني نتحدث أكثر عن الأزمة السورية والملف السوري على طاولة الرئيسين، ماذا يحمل خالد؟ نعم، يعني جمانة الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه التحديد تريد إقناع دونالد ترامب ببقاء قواته في سوريا. القصة لا تتعلق فقط بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية يعني توغل إيران وتوغل روسيا أكثر فأكثر داخل الأراضي السورية، وهو ما لا يريد الاتحاد الأوروبي. ومن هنا دونالد ترامب عندما أعلن أنه يريد الانسحاب من الأراضي السورية وسحب جميع قواته اعترض بذلك الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك أصوات أمريكية تعترض على ذلك. ولكن هذا الملف بالتحديد هناك حلحلة فيه. الرئيس دونالد ترامب ربما اقتنع بوجهة النظر الأوروبية وأيضا بالعسكريين الأمريكيين الذين يرون بضرورة البقاء في سوريا.